الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنذكر في هذه الدقائق المعدودة حكمة من حكم الابتلاء. قد يقول البعض: طب ليه المرض؟ ليه الواحد يتألم؟ ليه يفقر؟ ليه فلان يموت؟ ليه هالابتلاءات اللي بتجي؟ شو الحكم يعني منها؟ قال: من ذلك، قال، من رحمته عز وجل أن نغص علينا الدنيا لئلا نسكن إليها، حتى الإنسان شو ما يتعلق فيها. صحيح، أنت بتشوف هالدنيا ولو الحمد لله يمكن معك مال، يمكن خي مش مرض، صحة، بصير شيء بزعلك، يمكن فلان تزعل عليه، مولد فلان، مات حدا من أقاربك، وبدي يجي الدور لألنا، يعني حدا معصوب سبحان الله يعني، أو يخلد في الدنيا. لا، إنك ميت وإنهم ميتون، عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء والمرسلين خير البرية، هو بشر توفاه الله. قال: لئلا نسكن إلى الدنيا ونطمئن، قال، ولنرغب هذه الأنفس في النعيم المقيم، وين؟ بالجنة. فبصير تركيزنا إنه كيف أنا إن شاء الله بدي أكون من أهل الفردوس، هونيك الخلود. أنا أفكر أنه ما أخلد في الدنيا، مش معناتها أنه ما أشتغل وما أكل وما أشرب وما أتزوج وما أجيب، لا، بدك تمشي، هذه سنة الله وهذا عبادة، سنة الله في هذا الكون، هذا الأمر استخلفنا في الأرض، وبدنا نشتغل وبدنا نعمل وبدنا نكد وبدنا نتعب و و و و حتى يعني يأتي اليوم، يعني الذي يأتي فيه شو؟ الموت سبحان الله. بس أنا بهالتعب هوني بدأ ابتلاء، هذه الحكمة أنه الدنيا مش باقي فيني. طب هالآلام فور فري؟ لا، هالآلام تاخذ عليه أجر، مش ببلاش. هالمرض إذا صبرت عليه مش ببلاش، أي مصيبة صبرت عليها مش ببلاش، بأجره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما فيك تتخيل هذا الصابر قد إيه أجره كبير وعظيم عند الله. قال: فساقهم الله سبحانه وتعالى أو قدر عليهم إلى هذا الابتلاء. وكل واحد ما بيعرف شو نوعية وكيف وإمتى وأين هذا الابتلاء، سبحان الله. والأنبياء أشد ابتلاء ثم الأمثل في الأمثل. هلأ في نقطة قد يقول بعض: طب إذا فلان ما ابتلي رب عمين، يعني رب عمين ما بيحبه؟ غير صحيح. قال: شو هذا، ما بصير ولا مشكل مع مرتي، في شيء أكبر بده يصير مشكل؟ أنا اللي فترة ما مرضت، ليه ما عم بمرض؟ لا. قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، بالعكس ما تدعي لا إن شاء الله امرض لحتى تكفر سيئاتي، لا، اسألوا الله العفو والعافية. ربما رب العزة يصرف عنك المرض لأنه هو يعلم أنك ربما ما تتحمل الألم، يمكن أن تسقط بهالامتحان، يجيك شيء تاني، امتحان تاني. فهذه كمان نقطة مهمة، البعض هذا ما بصير معه شيء، يعني رب العالمين ما بيحبه، لا، لا يشترط، لا يشترط ذلك. رب عميم سبحانه وتعالى قد يبتلي فلان بكذا بمرض، فلان ما يبتلي بمرض، يمكن يقلل رزقه مثلا، آخر بالولد، آخر بكذا، الآخر وهكذا. أنت لا تعلم الحكم، هذه أمور غيبية لا نعلمها، ما كل شيء بتعرف الحكمة منه، وأنه فلان ليه صار معه هيك وفلان، فأنت بتأخذ بالأسباب. عليك أن تطيع ربك، أن تصبر عند البلاء، ومثل ما قلنا تدعو الله بالعفو والعافية، اسأل الله العفو والعافية. تذكر اللهم أن أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نختم. قال: فربما منعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم، سبحان الله. يعني البعض منعوا، بس هذا عين العطاء، مثل ما قال ابن عطاء الله السكندري، يعني منع فلان منه المال، بس هذا عطاء له، ليه؟ ربما لو أعطاه من المال لطغى بهذا. ربما فلان منعوا الصحة الكاملة، يمكن لو عنده الصحة الكاملة غفل عن الطاعة، عن الصلاة وعن الصوم وعن الذكر وعن الاستغفار. وابتلاهم ليعافيهم من السيئات، ربما يأتي الابتلاء تطهير أو رفع بالدرجات. وأماتهم ليحييهم بإذن الله، يعني كنا لحموت، بس الحياة وين؟ الحقيقي بالآخرة إن شاء الله في الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
إياك.